البطولة ما راح تكون سهلة، لكن أتوقع الزمالك والهلال. والله مع الوضع بتاع الزمالك ونتائجه في البطولة الأفريقية، يعني أتمنى إنه يقدم مستوى يليق بالزمالك، لكن إن شاء الله يكون يعني يكون مستوى نقول في يعني يحصل الجيد جدا. والله أتوقع أن الفرق المصرية ممكن تقدم أداء طيب، ولكن مش مضمون الفوز، يعني الأندية السعودية تنفذ قوة برضه، وبالذات الهلال مع الصفقات الأخيرة والاستقطابات الجديدة اللي جابها، أعتقد إنه راح يقدم كرة جدا كويسة، ونتمنى لهم التوفيق. يعني في النهاية فريقين سعوديين ويمثلوا السعودية، وإن شاء الله بإذن الله زي ما تعودنا عليهم حيشرفونا إن شاء الله. لا إن شاء الله الهلال مستوى كويس، وإحنا ده اللي إحنا خايفين منه يعني بصراحة، يعني لأن الهلال يعني تيم قوي وفي ما شاء الله ناس محترفين كتير، نقدر إن شاء الله نقاوم معاهم. والله في الواقع الأهلي مش زي كل سنة، وضعه مش كويس، بس على الرغم من كده أخذنا الدوري وصعدنا لربع النهائي في الكاس أمس لما غلبنا آخر ماتش 4-1، وبإذن الله ناخد برضو الكاس كمان، بإذن الله في المشاركة العربية نكون نقدم مستوى كويس. تقدر تقول إن هو كان المفروض يؤدي أداء أفضل من كده، لكن شوية اختلافات حصلت في الفريق، يعني ما بين حسام البدري وما بين كابتن حسام غالي، عدم ظهور كل اللعيبة بالمستوى اللي كان مطلوب منهم، يعني أدى إلى نتائج برضو يعني جيدة ولكن ليست المتوقعة من نادي كبير بحجم نادي الأهلي المصري. يعني أتوقع أنهم حيأدوا أداء كويس، أولا أنهم بيلعبوا عن أرضهم، ثانيا تعتبر بطولة تنشيطية للنادي الأهلي ونادي الزمالك في هذه الحالة، وهي فرصة مناسبة أنهم لتجربة عدد من اللاعبين لاستخراج مواهب شابة جديدة. الأهلي المصري متسيد البطولة الأفريقية لفترة طويلة، مشارك في بطولة كأس العالم لعدة مرات، الزمالك المصري أيضا في الآونة الأخيرة بدأ يشتغل على نفسه، بطل الدوري العام والآن ينافس بقوة على بطولة الدوري، فالأهلي والزمالك هم فاكهة البطولة بصراحة. الهلال مستوى نتوقع أنه هيكون يعني هيكون في نهائي البطولة، يعني ممكن الأهلي والهلال السعودي كتير كتير، لأن الاثنين أقوى فريقين في التيم. الهلال السعودي والزمالك المصري، وإن شاء الله الهلال السعودي جوا البطولة. الهلال المصري، ولو من هنا يبقى النصر. والله إن شاء الله الهلال حيوصل النهائي بإذن الله وحياخذ النهائي بإذن الله. مين هيلعب قدام الهلال؟ والله أكيد الفريق المصري ذاك، ما أدري إيش اسمه. الزمالك ولا الأهلي؟ الزمالك. طرف النهاية الهلال والأهلي المصري، الهلال السعودي والأهلي المصري.